اليوم احنا كنتواجدوا في المعرض الدولي ديال الدوره 12 في العيد الخميس الحمد لله اللي هذه الدوره يعني دوره كبيره علاش يعني جات اكثر من 63 دوله و 13 وزير افتتاح فاليوم انا كنتواجد مع الجمعيه الوطنيه للمنتجين اللحوم الحمراء بالمغرب وهذه الجمعيه انا اللي اشتغلت معاهم يعني منذ اكثر من 10 سنوات في مهرجانات ومعارض هنا وكنقوم بالتنشيط ديال الجوائز اللي تخصص العجوله عده اصناف والجميل في الامر هو ان هذه العجوله هذو يعني كلهم من المغرب وشفنا عده اشياء جميله خصوصا مع الجمهور مع الحضور اللي كانوا من جميع اقطار المعمور حاضرين بقوه وبحب وانا جد مسرور لانني اليوم انا مع الجمهور وبكل صراحه ملي دخلوني كثيرا في الاول كنت على ربي حرام جوج الحوايج كنت كنخاف منهم انا الطياره والسانسور وهاد التيران اللي دخلوا اليوم لحقاش التونسبورت الله وسط عندي ولكن جا عندي واحد الصديق قال لي شوف قرا غير القران خاطرك ولا ما غتخاف من حتى حاجه وهذا ما كان يعني كان تخوف كبير صراحة يعني تبارك الله وسط عندي ممكن يكون يتطور كيوزن طون و 500 طون و 600 راه لا يعقل حتى بميكرو واش غدافع على راسك بميكرو حنا راه والو في راس مالنا غير الكلام والكلام الطيب والاستكشاف وكذا الفن ما قدرش يعني ملي كنشوف هذا ولكن الحمد لله ملي بدا المعرض وبداو الجوائز تقبلت الامور عادي ولات فيا الزعامه وكنقرب انا للتصور ولكن راه الداخل ديالي متاخر ولا عادي جدا فهاد الفلاحه زعما اللي كيشرف المغرب الفلاحه المغربيه اللي غادا بواحد الازدهار كبير جدا السيد الوزير المحترم السي أخنوش اللي كيشجع الفلاح الصغير والكبير وانا لاحظتو شفتو يعني عاشتو بزاف ديال المهرجان شفتو كيفاش كيتجاوب وعزيز عليه الفنان عندنا سمعتوا رساله هي الجديد ديال فرحه الكوميدي اللي عبر فيه شخص اللي يقوم باخراج ديال العمل اللي فيه سبعه ديال الوجوه الكوميديه جاود السيف محمد النيوي ابراهيم خاي عبد الرشيد الشام عبد الهادي الدين زكريا تمادو كانت واحد الجوله رائعه على ربع المملكه المغربيه بدعم كبير من الجمهور من كاين حتى طرف اللي مدعم هذه الفرقه هذه الا الجمهور علاش كنقولها وكنعاود نقولها مشينا لمدينه المحمديه مشينا لعين فالوده في مدينة سطات وحنا إن شاء الله نتواجدوا في مدينة بن سليمان يعني عندنا حب ديال هذا الميدان ديالنا اللي بعضياتنا وانتجنا واحد العرض ديال سبعة رجال سبعة ديال المواضيع مختلفة سبعة ديال الفنانين اللي استطاعوا باش يوصلوا الاسم ديالهم عبر الساحة الفنية أقل واحد عنده تجربة يعني 30 سنة أنا علاش اختاريت هاد الدعم وراسنا براسنا لأن واحد الوقت كنا ملي كنبغيو نديرو فوطو كنمشيو عند الزوار ولا كنقولو شي واحد صورنا دابا وصلنا بانك بيستيلفي تصور راسك براسك هادشي اللي درنا حنا كفرقه لا كوميدي كشرطي ستروتي وجميع الاعضاء ديال الفرقه باش نكونوا حنا ننجحوا حنايا وحنا نكونوا يعني نبينوا الناس المسؤولين على القطاع الثقافي في بلادنا بان هذه الفرقه راه عندها ما تكون وكنتمنى من الناس كاملين المسؤولين على الثقافه في بلادنا يجيو غير يشوفوا هذا العرض حنا ما بغيت حتى حاجه يجيو يشوفوا كان يستحق باش يزيدوا يدعموا ويزيدوا حتى اكثر مرحبا الا ما عجبهمش حنا مستعدين نتوقفوا كاع على المسرح وعلى التمثيل بصفه نهائيه.